في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، أنا قاعدة مستنية أجمل يا الله، والله ما أنا رادد. أوف، يعني الواحد لو كانت أمه منى الشاذلي ولا نجوى إبراهيم ولا يلا ده كان هيبقى حوار. طبعا مفيش غير واحد بس اللي بلجأ له في المواقف دي. يلا نشوف ايه اكبر مشكله حصلت لك مع والدتك. دايما يعني انا ووالدتي مشاكلنا دايما حته الصحيان بدري، خناقات الام مثلا، عرفت بكلم واحد، حوارات دي يعني. ضيعت الموبايل بتاعي اتسرق مني، خدت تهزئه تمام، زي مشاكل بتحصل في البيت يعني. لو بتاخر بخرج، مش بذاكر، ان انا ممكن ارجع متاخر غصب عني في حاجه مثلا. تخيلي بقى لو كان اتفهام سعيد اهي والدتك، كانت هتعمل معاك ايه بقى؟ مش ندمانه ان انت عملتي كده؟ وانت مش ندمانه؟ مش ندمانه انك ما رحتيش الدرس؟ مش ندمانه انك ما ذاكرتيش في ثانويه عامه؟ مش همك. لا مش ندمانه يا ماما، عشان انت برضه بتعملي نفس الحوار. يعني هتفضحني في كل القضاوات الفضائيه يعني. انت ما رحتيش الدرس ليه؟ عملتي اي حاجه غلط هتنزل لك صورك على انستغرام. كان عملتي سيديهات بقى وبتاع. يا سيدي كانت فضحتني يا اخي. تستضيفني قدام الناس وتفضحني عادي، وممكن تجيب الشهاده كمان يعني. لا هي ممكن تفضحنا على الجرانين والتلفزيون، وازاي انت عملتي كده وازاي سرق منك. مش ندمانه انك ما بتروحيش الدروس بتاعتك؟ عديها يا ماما يعني مش لازم الفضايح اللي انت بتعمليها. بصي طبعا زي ما انتم شايفين الجريمه لا تفيد، وزي ما انتم شايفين معانا دلوقتي، بصي للكاميرا. يعني انا بجد مش فاهمه يعني ازاي ما بتروحيش الدروس، لا تشيشي ولا تشربي مخدرات ولا حشيش، صاحبي ولاد بس. ايه اللي ممكن يخليكي ما تروحيش الدروس؟ انت غلطانه، انت ازاي تعملي كده؟ مش ندمانه؟ اوكي ماشي ندمانه، وبعد الندم خلاص ما كل اللي رايين اللي هنندم مش هيرجع عليه رأي. مش هيرجع خلاص ما يرجعش. انا ما قلتش كده، انا قلت اللي انت بلقيتي ندمانه. لا انا مش ندمانه. اوكي ماشي ممتاز، ده هي ندمانه.